بودكاست قصة غنية. قصة أغنيتنا لليوم واحدة من أجمل ما غنى كاظم الساهر بمسيرته الفنية، وبتحكي عن الألوان وبعنوان هذا اللون عليك جنن. وبيروي كاظم قصة هالأغنية وكيف طلعت، وبيقول كنت بالأردن وكنت مستعد للذهاب لقضاء وقت مع أصدقائي اللي كانوا بانتظاري، وأول ما خرجت كنت لابس قميص والتقيت بسيدة قالت لي القميص حلو مثل لون عيونك. وبعد هالجملة طلعت بالسيارة، وبنص الطريق خطرت ببالي فكرة إنه هالكلام بيصلح لأنه يكون أغنية، فعدت أدراجي إلى البيت وكتبت هذا اللون عليك جنن يشبه لون عيونك. هذا اللون عليك جنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن احذر لي حزنون. وبما أنه كاظم ما راح لعند أصدقائه زعلوا منه، وخاصة أنه أخل بالوعد، وبوقتها ما كان في موبايل للتواصل والاعتذار. ولكن بعد يومين بعد ما رجع التقى فيهم وحكالهم القصة اللي صارت معه وسمعهم الأغنية، صالحوه واعتذروا منه على الفور، لتبقى أغنية هذا اللون عليك جنن واحدة من أجمل ما قدم وطلعت معه بالصدفة. بودكاست قصة غنية.